ناصر محمد عبد الكريم، بقالي 35 سنة شغال على المستودع على طول. كنا نيجي الصبح بدري الساعة 5، كل واحد ياخد دريته ويطلع على السوق. زمان كان الشغل يختلف، يعمل القدور ويختار حرامي عليهم النار زمان. ايوه كان بيت النار ده كانوا يقعدوا يحموا فيه من فوق، ولما يجي يرص القدور يروحوا فاتحين بيت النار بقى، وتلاقي بقى الحاج اللي هي بيشتغل يمسك الكوريك ويروح فرش النار على ايه، على القدور كلها مغطيها. نيجي الصبح بقى نيجي يطلع القدور من يطلعوها من المستودع يطلعوها لنا ايه بره. كنا نيجي كل واحد ياخد عربيته ونطلع نحمل قدورنا ونمشي بالعربيه. كنت اخدها زق العربيه من هنا لغايه الظهر، عربيه 4 عجل. زمان كان كل مستودع وراح حمام عشان المايه اللي بتطلع سخنه من المستودع تطلع على فين، على الحمام. الناس تخش بقى ايه تستحم. ادي زمان. انا بسوي في المستودع على الخشب نار هادي. في ناس بقى في المطاعم بتسوي على الغاز، كل واحد ايه وطريقته بقى. الخشب عشان نار هادية، تطلع شويه فول حلوين كده والريحه تبقى حلوه، طعم الفول حلو وتخلي الفول يعني تبقى فاتحه. ادي الخشب. مستودات التاني خلاص، درب الاحمر ده اتقفل، والقربيه، السكريه، باب البحر، ما عادش المستودات خلاص زي اللي ده احنا شغالين فيه. زبون يجي واحد يجي لنا نسوي له كده زي ما انت شايف. يعني بنسوي له بكام؟ 20 جنيه ناخد حق الجهاز بس. رمضان زمان كانت في بهجة، كانت الناس تستنى يوم الرؤية ده، كنا نستنى هنا لما يقولوا رمضان بكرة وكل واحد ياخد قدرته وعربيته ويجي. إنما دلوقتي ما فيش بهجة زي زمان. دلوقتي ما عارف رمضان يوم كذا يوم كذا، مش زي الأول. كنت تلاقي العيال الصغيرة جايبين فوانيس ويجروا وده يجري ومفرحانين بقى. إنما دلوقتي ما عادش بهجة زي زمان. الساعة 5 من امبابه اجي على هنا افتح الباب اقلب قدرتي، كانت عاوزه ميه اديها ميه واروح مقلبها ورحتها على الازق وطالع بيه. اروح على السوق افرش واروح اجيب لابني ميتي واروح اجيب العيش واقطع السلطه واروق نفسي والزبون يجيني يبيعني. ده الايام دي الشغل بقى، الايام دي مش زي زمان. بقول لك من ساعه الكورونا والدنيا الشغل يختلف، لا زحمه ولا اي حاجه زي الاول. انما زمان اللهم صل على النبي كنت ببيع 25 كيلو زمان، وكانت معايا بنتي شغاله معايا وكان معايا صناعي. ما كنتش ملاحق على الزبون. دلوقتي بعمل 4 كيلو 3 كيلو ونص، وساعات اشطب وساعه يرجع معايا. ادي شغله دلوقتي.